برأيك أنت هل اندثرت صناعة آلة العود في العراق؟ العود وما أدراك ما العود. والله نعم، يعني مع الأسف أكيد مو مثل قبل. كان محمد فاضل هو ملك العود بالعراق وبالوطن العربي. والله الحقيقة هي الآن أصبحت أشبه مندثرة، وللأسف يعني عندنا كثير من الشباب وكثير من العازفين على آلة العود. ما يخص صناعة آلة العود، نعم اندثرت مؤخرا، وذلك بسبب كثرة الأغاني الحديثة السريعة أو ما يسمى بالطاشة، الأغنية الطاشة، حيث هذه الأغنية تسالك خلال شهر واحد. والله حاليا يعني صناعة العود اندثرت بالعراق. طبعا هي مو اندثرت آلة العود، إنما يعني صارت الناس مقلة، أي التلاميذ أو الطلاب أو الناس اللي تستخدم آلة العود مقلة بسبب الظروف اللي يمر بها البلد. يعني حاليا يعني من بغداد إلى الجنوب الناس يعني معتقدات دينية وكذا وعشائرية. آلة العود اندثرت تقريبا بالعراق، ماكو حاليا إنه آلة العود موجودة بالعراق وتطورت أكثر يعني حاليا، وما شاء الله اكو شباب هوايه انه يعزفون ومعاهد وموجوده آلة العود. آلة العود عندنا اندثرت برهن الظروف. طبعا كانت عندنا قبل الاحداث اوكي، يعني عندنا ورشات وصناعات. بالمناسبه الدوله الاولى ومن افخر الصناعات هي صناعه العود محمد فاضل، يعني حتى اسعارهن ما شاء الله. وهاي الاله تتميز حسب نوع الخشب، اكو خشب يسمونه خشب سيسم. ما اعتقد بقالها احد يسمعها، ما اظن بقى احد يسمعها. الفن تغير.